السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت عم الشيخ، أنا حلمت إن أنا في أرض زراعية تبع عمي، وفيه تعبان كبير ميت، بس عينه مفتحة وبيبص عليا، وفي نفس الوقت فيه تعابين صغيرة أنا واقف في وسطهم، تعابين مش عارف عددها، صغيرة واقف في وسطهم، دول صحيين وعمال واقف على حرف رجليا كده، خايف، بعيط، مش خوف منهم، لا بعيط، في حد من بيتنا توفى وكان ده أبويا في الحلم، وأنا عمال أعيط، وبعدين رحت مشيت زي الدفنة كده وأحضر جنازة في جنازة، وبعدها رحت صاحي. وانتهى الحلم بتاعك، صح؟ اه اول حاجه، انت الفتره اللي انت موجود فيها الان ديت بتمر فيها بظروف نفسيه صعبه واكتئاب، صحيح؟ دي حقيقة. طيب ده سبب بكائك على وفاه والدك في المنام، فلازم انك انت عشان تخرج من الاكتئاب والحاله النفسيه السيئه ديت ان الصلوات الخمسه تكون في وقتها في المسجد. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه يا سيدي الكريم، تمام. انت في رفقاء سيئين بيخلطوك، والاشخاص دولت يعني سبحان الله لا خير فيهم، وهم دولت الثعابين اللي كانوا محوطينك من كل اتجاه. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تصاحب الا مؤمن ولا ياكل طعامك الا تقي. فانت عندك رفقه سيئه، فحاول انك انت تتخلص منهم، تمام؟ النقطه دي من الثالثه، في انت الأقارب، ايه؟ دي من الأقارب يعني. هو رفقه سيئه. اما النقطة الثالثة، فيه قطيعة رحم. في قطيعة رحم مع حد قريبك، وفي بينك وبينه عداوة، صح؟ قطيعة رحم، وفي لا وممكن قطيعة رحم، لكن عداوة دي ما أظنش. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سرى ان ينسى له في رزقه فليصل رحمه، فصلة الرحم المقطوعة دي تحاول انك انت تصلها. الامر الاخير بقى، انت ربنا سبحانه وتعالى نجاك من كرب ومحنة كنت انت هتقع فيها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أخرجك منها بأعجوبة. حصل ولا ما حصلش؟ والله يا عم الشيخ، أنا مريت بحاجات كتيرة، يعني كان فيه دايما بتحصل معايا حاجات كده، كل ما هبدأ أخد خطوة في حياتي لازم تحصل حاجة تعطلني. لا، أنت كان في مصيبة، المصيبة ديت كانت هتنزل بيك، والمصيبة ديت كانت محققة. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، وهو ده الثعبان الضخم اللي انت شفته ميت. ومعنى ذلك يا اخي الكريم، انت حاول انك انت تتقرب من الله جل وعلا، وحاول انك انت تكثر من الاعمال الصالحه، وحاول انك انت تتزود من اي شيء يقربك من الكريم سبحانه وتعالى حتى تعيش الحياه الطيبه، وحتى لا يستطيع اي سوء ان يقترب منك او يصيبك بمكروه. اتفقنا؟ تمام يا حبيبنا، معلش، فيه بس حلم تاني كنت بعته لحضرتك امبارح. هتطلع لي